السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناتكم إيكول جبيرة. حصص دعم طغل فرونسي البالي 6 فلويديتي اي كومبريونسيون سيونس 3 نيفو 4 5 6 مستوى الرابع والخامس والسادس. هنا نحاولوا نقراو هاد لي مو كونساي كيما نسمعوها ونكتبوها في لاغدواز ضروري ومؤكد. كونساي كونساي كما كتسمع تكتب في لاغدواز وعاد تولي تحبس الفيديو وتشوف واش اكزاكت ولا لا وتصححها. سونتي 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 ذكرها شفتيها سمعتيها مزيان حبس الفيديو كتب في لاغدواز واللي عاد تبع معايا باش دير لا كوريكسيون ديالك. كانت هي هذيك مزيان ما كانش صح. ليغيم 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 شتيها مزيان حبس الفيديو كتبها في لاغدواز كمل. بينيفيك 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 كذلك تحبس الفيديو تكتبها في لاغدواز وتشوفها واش صحيحه ولا لا. كور كور كما كتشوفها تذكرها تمعن فيها مزيان جبد لاغدواز كتبها في لاغدواز حبس الفيديو شوف راسك واش كتبتيها مزيان ثاني عاد دير لا كوريكسيون ديالك. داكوغ. انرجي 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 باش هاد لي مون شوف راسك واش تمكنتي انكم بديتي تعرف تكتب هاد لي مون كيما انت كتسمعهم او كتشوفهم بعينك كتبقى تعقل عليهم الذاكره ديالك صحيحه ولا لا. شو هاد لي مون اوسي au moins pourquoi avant aujourd'hui اليوم hier البارح demain غدا مي ولكن راه كاينه في التكست شوفوهم كاينه في التكست ودوروا عليهم دوروا عليهم اوسي اوسي au moins pourquoi avant aujourd'hui hier demain مي هذو كاملا غادي تلقاهم في التكست وحاولوا دوروا عليهم باش تلقاهم. يعني انت كدير واحد غوشيرش على هاد لي مو باش تجبدهم من التكست. داكوغ. فهاد التكست هذا نخليكم تقراوه. Je vais vous donner un conseil. Pour être fort et en bonne santé, il faut manger beaucoup de légumes et boire de l'eau. Il faut aussi pratiquer un sport de façon régulière. Faire des jeux et des activités en plein air est amusant et bénéfique pour la santé. Il faut se laver les mains avant de manger. Et ne pas oublier de se brosser les dents au moins 2 fois par jour. Il est aussi important de bien dormir la nuit. Car notre corps a besoin de se reposer pour avoir beaucoup d'énergie. من بعد ما سمعتوا التكست كيفاش تقرا وانت ما تقراو حتى نتوما مزيان وتسمعوا فيه وتفهموه نجيو نخرجوا لي كيستيون. بوركوا فوتيل بيان دورمير لا نوي علاش خصني الناس مزيان في الليل علاش. اذا للاجابه كاينه لي زيتاب هادو هما شنو كنقولوا. جو لي لا كيستيون كنقرا الكيستيون كيسكو مو دوموند وشنو تطلب مني. جو روفيان او تكست اي جو ريشيرش لا ريبونس كنرجع التكست ونرجع ونقلب لا ريبونس ها ونشوف الاقتراح اللي طالب مني ونديرو. اذا بوركوا فوتيل بيان دورمير لا نوي الجواب هو il faut bien dormir la nuit car لان notre corps a besoin de se reposer pour avoir beaucoup d'énergie. كنسو مزيان لحقاش الجسم ديالنا كيحتاج بزاف ديال خصو يرتاح خصو يرتاح باش يرجع الطاقه خصو الطاقه بزاف. هادشي علاش il faut dormir bien لا نوي كيما شفتوا معايا. حنا في هاد لا دوزيام كيستيون عطينا واحد السؤال وعطينا اقتراحات كيما كتشوفوا هاد الاقتراحات هادو هما كاين 1 2 3 4 داكوغ. كنمشيو نشوفوا الكيستيون كي سو كيل فو مانجي بور اتر اون بون سونتي شنو خاصني ناكل باش نكون انا بصحه جيده. كي سو كو عندنا كي une personne qu'est-ce que
un objet ou un élément. Quand il y a un moment, matin, que fait il y a une action. Qu'est-ce que un objet ou un élément? Qu'est-ce que fait manger pour être en bonne santé? Qu'est-ce que? Un objet ou un aliment. D'accord? Il faut manger beaucoup de légumes et boire de l'eau. D'accord? Il faut manger beaucoup, il faut être fort, il faut faire du sport, il faut manger du légumes. Il faut manger des légumes. Qui me jette le texte? كوشي وعليها فحال هكايا دي صحيح. سؤال ثاني كون اي سو كيل فو سو لافي لي مان متى فوكاش نغسل انا يديا متى لو طون سا فو دير ان مومون يعني كيما قلنا هي كون في التخوازيام كون هي ان مومون وقت واحد الوقت فوكاش نغسل يديا اذا قالو كوا ايل فو سو لافي لي مان avant de manger قبل ما تاكل خصك تغسل يديك قبل ما تاكل avant de manger اذا نقولوا en plein air non deux fois par jour non se brosser les dents non avant de manger كيما جات في التاكسي اذا هنا ينتهي الفيديو دمتم في رعايه الله لا تنسوا الاشتراك في القناه ودعمنا بلايك دمتم في رعايه الله وإلى اللقاء